باختصار شديد لا حرية للعربي لكي يفكر بحرية، وأساس انعدام الحرية هو يكمن في السلطة السياسية التي تحتج بالدين وبالمشاعر الدينية وبإزاء المشاعر الدينية، كأن الدين مجرد خيمة واهية إذا واحد نفخ عليها انهارت. الدين قوي، لا يجوز أن يخاف من الحرية. أنا هنا أقول ذلك ولست ضد الإيمان الديني، الفرق الدين يجب أن يكون كما تخيله كما عاشه المتصوفون، مثل الحب، يعني علاقة فردية بين الإنسان وخالقه. الإنسان بحاجة إلى أن يحل مشكلاته مع الغيب، بحاجة إلى إيمان، فيجب أن ندافع عن هذا الحق. لكن أن يتحول هذا الإيمان إلى مؤسسة وإلى سياسة وإلى نظام يفرض على المجتمع بكامله، فهذا ليس إلا عدوانا، لا يمكن أن يكون إلا عدوانا على الآخرين. عشان الحرية مفهومها غلط دلوقتي. لما تيجي تكلم أي واحد في أي حاجة يقول لك أنا حر. أنا حر دي معناها إيه؟ معناها أنا منفلت، أنا فوضوي، أدي معنى أنا حر. وإلا لسنا أحرارا، نحن جئنا إلى الدنيا عبيدا لله سبحانه وتعالى، ولا يجوز للعبد أن يتصرف أبدا إلا بإذن سيده. فكلمة أنا حر أو الحرية بمفهوم هؤلاء ترفع سقف الفوضى، بمعنى زواج المثل. رجل يتزوج رجل حرية، امرأة تتزوج امرأة حرية، امرأة تتزوج كلبا حرية. يعني أنا هناك، وأنتوا أكيد تابعتوا بعض البرامج أو المحاضرات اللي كنت بقولها في ألمانيا، وأنا هناك الراجل رافع قضية على الكلب بتاع الست بتاع مراته. ليه؟ لأن المرأة لما بتنام في السرير بتاخد كلب في حضنها. طب والكوير كده؟ عايز يريد العدل في الكلب. طب أنا يوم والكلب يوم مثلا يعني؟ لا، هي الست قام رافع قضية على الكلب في المحكمة، المحكمة نظرت القضية والكلام ده، والكلب كسب القضية. كسب القضية ليه؟ لأن المحكمة خيرت المرأة بين الكلب والرجل، اختارت الكلب. أهلا بكم في القناة. نتكلم اليوم عن الحرية في الفكر الإسلامي. الأول نتكلم عن كلمة حرية، كلمة مستحبة لبعض الناس أو مذمومة لبعض الآخر أو مقدسة أو غريبة. وبرجع عبد الله العربي في كتاب مفهوم الحرية أن الحرية كلمة أليفة غربية لكنها عربية ترجمت لأربع معاني. أول معنى الحرية هو المعنى الخلقي، هو الذي كان معروف في الجاهلية وحفظ عليه الأدب، فبنقرأ مثلا في لسان العرب الحرة تعني الكريم. أما المعنى الثاني معناه قانوني، هو المستعمل في القرآن مثل تحرير رقبة المؤمنة. المعنى الثاني معنى الثالث معنى اجتماعي، هو استعمال بعض متأخري المؤرخين، والحر يعني المعفي من الضرر. المعنى الرابع هو معنى صوفي. نقرأ في تعريفات الجرجاني: الحرية في الاصطلاح أهل الحقيقة الخروج عن رق الكائنات وقطعها من جميع العلائق والأغيار وهي على مراتب. وأفضل بحث القاموسي أن المعنى الغربي للحرية أوسع في الدلالة من المعنى العربي للكلمة. أما في كتاب سلامة موسى حرية الفكر وأبطالها في التاريخ، بيرجع أن أغلب الذين عبروا بحرية عن آرائهم نالوا الاضطهاد والتعذيب أو الحبس أو القتل، وأن ده ليه أربع أسباب. السبب الأول أن الناس مطبوعين على الكسل والاستنامة إلى ما ألفوه من العادات الفكرية والعملية. السبب الثاني أن المصلحة المالية أو المعيشية تكون متعلقة بالعادات الفكرية المعروفة، فتبديلها بيضيع على بعض الطبقات المصلحة دي. السبب الثالث الجهل، فالذي يجهل شيئا يعاديه دوما. السبب الرابع الخوف، الذي يعيق الذهن على التفكير وتبديل الأفكار. لما نتكلم عن الحرية في الإسلام سيعدد لك المسلم الكثير من الحريات، وسأفردها هنا بالأمانة، وسأفرد أيضا ما لا يقبله الإسلام من الحريات التي يقولها غير المسلم كذلك للأمانة. وجب التنويه بس أن الأمر يعزو إلى أن الإسلام أتى على دين وثنية، فإن لم يكن هناك حرية طفيفة لم يكن سيحصل الإسلام عليه. وإن كان هناك تعصب وثني وكرود على الأفكار الجديدة وجمود كبير، وأنا بتكلم من وجهة نظر اجتماعية، إن من الطبيعي إن الدين الجديد أيا كان هو إيه هينادي بأي طريقة للحرية الفكرية، وأنا أقصد في طور نشوءه لأنه بيحتاجها.
أما عندما يصبح هو الدولة بالطبيعي تتغير مفاهيم الحرية. الإسلام بيخبر بحريات من خلال وجهات النظر المؤيدة له، ولكن في إطاره فقط، فهو بيقبل بالاختلاف مثلا بين الفقهاء رغم إن الفرق بتكفر بعضها. وهنتكلم عن التكفير في قادم الحديث، ولكن واجب التنويه إن كل شيء يمكن الاستدلال عليه بسبب سعة النصوص للتأويل في الحالة القرآنية والحديث. أما ما يقع أقصد واقعيا فتقل السعة لتأويل جذوره. الحرية في الإسلام مربوطة بالشرع، أي بحد شخص للدين، الدين نفسه، فإن تعارضت معه فهي فساد يجب محاربته، وده عن طريق الأمر المعروف والنهي عن المنكر. في الآية مثلا في سورة التوبة: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. وعشان نتكلم عن الحرية الفكرية لازم نتعرض لقضية التكفير. الكفر معناه اللغوي بيقول العسقلاني، وقد ورد الكفر في الشرع بمعنى جحد النعم وترك شكر المنعم والقيام بحق. أما إنكار التكفير في الإسلام في آيات كتير بتدل على ده. تكفير حكم شرعي في الإسلام ثابت بالكتاب والسنة، والدليل فمن بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيل، أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. في الحديث الشريف الصحيح ثبت أن النبي قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. أما بين الفقهاء فبيقول الغزالي في كتابه فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة إن التكفير حكم شرعي يرجع إلى إباحة المال وسفك الدماء والحكم بالخلود في النار، فمأخذه كمأخذ سائر الأحكام الشرعية. وابن تيمية بيقول: الكفر والفسق أحكام شرعية، ليس ذلك من الأحكام التي يستقل بها العقل، فالكافر من جعله الله ورسوله كافرا، والفاسق من جعله الله ورسوله فاسقا. الكفر بيلحق بمن نفى الإقرار بوحدانية الخالق أو شرك واضح لا يحتمل التأويل، أو إنكار النبوة والرسالة، أو إنكار ما علم من الدين بالضرورة كأركان الإسلام وعناصر الإيمان من الإيمان باليوم الآخر والبعث والنشور والجنة والنار. في التاريخ الإسلامي الخوارج هم اللي بدأوا يكفروا الناس عمال على بطال، وبعض الأئمة بتقول إن التكفير خطر بالشكل الجزافي ده، لكن لازم دليل واضح عليه بدون شبهات. وعشان كده قسموا الكفر 6 أقسام: في الكفر الأكبر، بينما الكفر الأصغر لا يخرج من الملة. 5 أقسام دول هو كفر التكذيب واعتقاد كذب الرسل، فمن كذبهم فيما جاءوا به ظاهرا أو باطنا فقد كفر. الكفر الثاني كفر الإباء والاستكبار، وذلك بأن يكون عالما بصدق الرسول وأنه جاء بالحق من عند الله، لكن لا يرقاد لحكمه ولا يزن لأمره استكبارا وعنادا. الكفر الثالث كفر الشك، وهو التردد وعدم الجزم بصدق الرسل، ويقال له كفر الظن، وهو ضد الجزم واليقين. الكفر الرابع كفر الإعراض، والمراد الإعراض الكلي عن الدين بأن يعرض بسمعه وقلبه وعلمه عما جاء به الرسول. الجزء الكفر الخامس كفر النفاق، والمراد النفاق الاعتقادي بأن يظهر الإيمان ويبطن الكفر. أما عن شروط التكفير فهي: الشرط الأول ثبوت أن هذا القول أو الفعل أو الترك كفر بمقتضى دلالة الكتاب والسنة. الشرط الثاني ثبوت قيامه بالمكلف، فلا يحل أن يرمي إنسان بالكفر لمجرد الظن. الشرط الثالث بلوغ الحجة. الشرط الرابع ضوابط الإكراه، هو أن يقع منه الكفر أو الفسق بغير إرادة منه. الشرط الخامس الإغلاق على المرء من شدة الفرح أو الحزن. الشرط السادس العذر بالجهل. الشرط السابع العذر بالخطأ. الشرط الثامن التأويل. مع أي حدث إرهابي بيطلع علينا الناس يقولوا إن ده من الإسلام وعايزينهم يستزيدوا، والبعض يقول إن ده مش من الإسلام، ويمكن تفسير الحالتين، فاللي بيقول إن ده من الإسلام فده إرهابي معطل ما تحلوش إن هو يمسك سلاح رغم إن هو في أطوار الإرهاب الأولى. أما التاني فطبيعته البشرية الإنسانية بترفض بعض الأفعال اللي هو مش مصدق إن هو مؤمن بيها. نفس الفئة بس من المفكرين أو الشيوخ تطلع زي الفئة الأولى، فمنهم من يقول إن ده من الإسلام، ومنهم من يقول إن ده مش منه بل من فهم خاطئ للإسلام. أمر النص الديني غامض مش واضح فبيحتمل التأويل، وكمان احتكار الحقيقة المطلقة في فهمه بتؤدي لعمليات إرهابية فيها قتل الناس. عشان كده لازم تعامل مع الأمر من الدولة اللي هويتها المفروض تكون علمانية. كيف أنا علشان أعمل مجتمع محترم، المجتمع المحترم بيقوم على الحرية والمساواة،
طيب ما فيش حريه، ما فيش حريه تقوم الحريه انه يطلع احمد الحرقان بحلقه بوجه الشيخ ويقول له انه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يقل الرسول، قالها محمد داعشي، قال له محمد بتاعك داعشي. شوف طيب اين الحريه واين الاحترام واين احترام المشاركه في الفكر واحترام المعتقدات؟ لا هو يعني عندما يطلع عندما يعني يكون شاب قاعد قدامك بكل احتقار بيقول لك محمد بتاعك ده داعشي، داعش ده عم بيعملوا لنا النهارده كان محمد بتاعك يعمله من زمان. طبعا مع قمه الاعتذار على ذكر انني انقل ما قال احمد الحرقان، ووقت انا متذكر قلت له يجب عليك ان تقول رسول الله او النبي عليه الصلاه والسلام، ولا يجب ان او يقول النبي وما يصليش براحته، هو حر، هو حر ملحد، هو من الاحترام. اما ان لا، ما هو ما حدش معه التجاوز. ليه؟ لانه العقائد لا احترامها. ولذلك احنا لدينا نوعين من العلمانيين او اكثر، العلماني المسلم والعلماني المسيحي والعلماني الملحد. لكن ما ينفعش وانا، ما هو العلماني يعمل ايه؟ العلماني بيعمل علمانة، بيعمل علمانة للمجتمع وللدولة، بيقيم مساواة بين الناس. عندما تحدث المساواة تحدث الحرية. اما انا رايي يبقى قد رايك، ومش انت بتقول انا الاستاذ وانتوا التلامذة، مش انا اللي عندي الحقيقه وانتوا ما عندكمش الحقيقه، انا عندي انا لوحدي اللي عندي الحقيقه. ما انت قلت وعليكم ان تسمعوني. ما انت قلتها تلاميذي. لا ما انت من قال مين ده. مين قال؟ انت من شويه قلت تلاميذي، قلت لك تلاميذك كل اتباعك. لا قلت لي لا، انا الاستاذ ولست سيدهم، انا استاذهم، انا استاذ وهم تلاميذي، انا معلم. دي المدرسه كده، طيب الجامعه كده، ده الغلط فيه ايه؟ بس انت مش عم بتعلم بمدرسه او جامعه التلاميذ دول، بيتعلموا على هم بيتعلموا على مبادئك وعلى افكارك وعلى اقوالك، يقراوا هذا الكلام. أيوه. يعني انت الاستاذ، فين المشكله هنا؟ فين هو حر؟ ما انت عم بتقول مشكله، هو حر، مش انا، هو حر حضرتك، هو اللي قلت التلميذ ده حر ان ياخذ بكلامي او لا ياخذ. طيب. او يرفض او يرميه في الزباله. خلينا ناخد، هو بيقول كلام مقدس. دكتور، ما هي ابرز اعتراضاتك دكتور قبني على ما ورد على لسان فضيله الشيخ؟ قبل ان انتقل لسياده المستشار، لان لديه اعتراضات ايضا. هل لديك اعتراضات؟ لا، انا اسف ما قال الشيخ. الشيخ قال يعني ما اشبهه بشعر الفخر الجميل. نعم، هو يفخر بدينه ويرى اجمل، وده طبيعي، ويقدم احسن ما فيه. انت تفخر بدينك؟ وده طبيعي طبعا، لدرجه انك قلت في احدى مقابلاتك انه القران الكريم يجب ان نتعامل معه على انه نص تاريخي. ايه؟ ايوه قلت الكلام ده. ده ينفع؟ ده كفر. اشهد. والله. كفر. لا انا بقول طبعا. كفر طبعا. لما اقول القران نص تاريخي ده كفر. نص تاريخي يجب التعامل معه على انه ليس منزلا. لا على اي ليس لا. انه قبل النقد. قبل النقد. قبل النقد. قبل النقد. نعم، فهم القران قبل النقد ماشي، قبل ان انا افسر فتنقضني ده مقبول، انما القران نفسه كنص يقبل النقد ده كفر. وانا بقولها سنة عجل بيقول كده، بقول لك يقبل النقد، انت قلت موافق. لا ما قلتش يقبل النقد في تفسيره. ايوه، لما انا افسر وحضرتك تفسر نقبل النقد. لا كلامك محدد، ما تقوليش ايوه وخلاص. واذا كنت حضرتك قلت الكلام ده تراجع عنه. مش لسه قايل ايوه على ايه؟ انت بتقول على ايه؟ عيد الفقره دي سنه تسجيل. ما ينفعش نص تاريخي. طيب. ده نص مقدس. طب اكمل كلامي بقى، مش انت هو حضرتك كفرتني، شكرا. وبالمناسبه انت لا تملك هذا الحق، ولا غيرك، ولا حد يقدر يقول لي. سأظل اكررها ما دمت ترى ان القران ينقض. انت مش مسلم، ما حدش يقدر يخرجني اطلاقا. ده نظام تكفيري، انت وداعش على نفس المستوى بالاخر بقى. معلش يعني، ايوه ما هم اللي بيكفروا مسلمين وبيقتلوا مسلمين والله بآيات قرآنيه. اقعدوا راجعوا الايات دي بدل ما تكفروا الناس. احنا ما بقولش راجع الايات، انا بتكلم حضرتك على القران فيه، القران فيه. انا بقول لك نص تاريخي. الله، وانا بقول لك انت كافر. دعنا شيخ سالم، دعونا نتوقف عند هذا الحد لهذه الليلة مع الجزء الأول من هذه الحلقة، لننهي فيها هذا الجزء الأول على شفنا في الفيديو الشيخ سالم بيقول للدكتور الإيماني انت كافر،
عشان نفهم دلة التكافر دي لازم نرجع لعقوبة الكفر أو الارتداد. في حديث صريح واضح البخاري لا يقبل التأويل، من بدل دينه فاقتلوه. وده للناس اللي بتحتاج بالتأويل هنا بس لكي يتنصلوا من فعل القاتل المرتد. قال النبي لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: السيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. ده رواه البخاري ومسلم. أما شيخ الإسلام ابن تيمية يقول قد استقرت السنة بأن عقوبة المرتد أعظم من عقوبة الكافر الأصل، من وجوه متعددة، منها أن المرتد يقتل بكل حال ولا يضرب عليه جزية ولا تعقد له ذمة بخلاف الكافر الأصل. حرية التعبير والفكر والإبداع مرتبطة بالفرد بشكل كبير وبطبيعته بحقوقه المدنية، وكانت دايما بتمثل إشكالية أو تعارض مع الدين. وفي تاريخ من قامع الدين لحرية الفكر والإبداع والتعبير على مستويات كتير، منها الفكر ومنها الشعر ومنها الفن. من هنا تم محاولة قتل الأديب المصري نجيب محفوظ، واضطهاد المفكر المصري نصر حمدي أبو زيد، تم بالفعل قتل فرج فوده، ولم يدن الأزهر أو الغزالي. ده في الفيديو الجاي. الدليل على شيء. إذا ما هو موقفكم الواضح تجاه مثلا مقتل مفكر مصري كفرج فوده؟ فرج فوده جاء في أيام عصيبة. أنا يعني أقبل لو أن واحد يقول ما يأتي، أنا مش ما بحبش الإسلام. طيب خليك في بيتك أو خليك في نفسك، وما تجيش يم الإسلام، ما تهاجمش تعاليم الإسلام. وإيش كافر لوحدك؟ ما لناش صلة بيك، ما لناش عليك سبيل. لكن إذا جئت عند المسجد وقلت إيه الأذان الصاعد ده، دعوا هذه الصيحات المجنونة لا لزوم لها، لا خير فيها، لا لا لا، أنظر إليك نظرة أخرى، إنك أنت تريد هدم هذه الأمة لحساب إسرائيل التي أعادت صحائف التلمود وما فيها من خرافات، وأعادت صحائف التوراة وما فيها من أطماع في هذه البلاد، فأقامت دولة باسم إسرائيل، وأنت تريد مش دولة باسم محمد، دولة باسم الله، لا تريد أن تقوم. غير أن الملاحظ في الحوار الشهير الذي دار بينكم وبين فرج فوده في أحد المناسبات الثقافية نعم بالقاهرة، نعم، أن ثمة تجاوبا وانسجاما فكريا لا بينكم لا إلى حد ما شديد، لا مع هذا الخلاف، لا هذا الخلاف الشديد أنا يعني لا أزال طرفا فيه، مش بيني وبين فرج فوده، بيني وبين جميع المفكرين الذين يرفضون الإسلام. أنا رجل مسلم أعرف ربي وأحبه وأحب دينه وأدافع عن هذا الدين كلمة كلمة في الكتاب وحديثا حديثا في السنة. فأنا لا أقبل أن واحد يجي يقول لي دعوا الصلاة، دعوا الحج، دعوا الصيام، دعوا هذا وذاك، لا لا أقبل هذا أولا. ثانيا، أوروبا الآن تعبد الأهواء، الأهرام أمس كلمت امرأة متران هل لك ابن غير شرعي من متران، قالت لهم إذا فتحنا هذا الباب فإنه حيطلع لنا 25,000 ابن لمتران. أهذه حضارة تجعل الإنسان ينطلق؟ ده لو كان كلب انطلق في الطرق ما 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 ما, ما, ما يصيب 25,000 كلبة علشان خاطر يجيء بهذا النتاج. فنحن لا نزال نرى أن الحضارة الإسلامية التي تصون الأعراض وتصون الأخلاق لها مؤهلات البقاء. أما الحضارة التي تترك الناس ترعى في الشهوات ولا تقول لهم لما، لا. فإذا جاء إنسان وحاول نقلي بالسخرية أو بالقوة إلى هذه الحضارة الجديدة، هو خد جانبها القذر ويريد أن يطبقه عندنا ولا يعرف عن جانبها العلمي شيئا.